alcode.com。بقنابل الغاز والمياه العادمة والرصاص المطاطي قمعت قوات الاحتلال مسيرة فلسطينية على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، خرجت بمناسبة يوم الأرض الخالد. كل هذه الممارسات لم توقف فتاة فلسطينية من التقدم وحدها لرفع العلم الفلسطيني فوق مدرعات الاحتلال وسط ذهول الجميع. هذا الشعب الفلسطيني شعب في هذه الأرض مقيم بها سيحميها، وأن هذه القدس هي عاصمته الأبدية. والأصل أن يتم استثمار هذا الحدث اليوم من أجل أن يبنى عليه سياسيا الانتصار لقضية القدس ولقضايا الشعب الفلسطيني بالمجمل. وتواصل القمع والاعتداء ليخلف أكثر من 195 مصابا بالمياه العادمة واختناق الغاز، كان من بينهم وزيرة الشؤون الاجتماعية، هذا إضافة لسبع إصابات بالرصاص المطاطي، نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج. آن الأوان لأن يكون هناك حماية دولية للأراضي الفلسطينية المحتلة في مواجهة هذه الهجمة المسعورة على الأراضي في القدس وفي الضفة. وفي القدس المحتلة تظاهر مئات الفلسطينيين قرب باب العمود واشتبكوا مع شرطة الاحتلال بعد منع الرجال دون سن 40 عاما من دخول الأقصى للصلاة، حيث اعتقلت إسرائيل 34 شابا فلسطينيا، كما أصيب المئات من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز في مسيرات جابت الضفة الغربية، كان أبرزها مواجهات بيت لحم وقرية كفر قدوم قضاء نابلس. في ذكرى يوم الأرض، إسرائيل حولت الأرض إلى كانتونات معزولة يطيق من بداخلها للخروج من عنق زجاجة الحصار، وعندما يفكرون بالخروج تقمعهم بطرق وحشية. نزار حبش من على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، تلفزيون القدس. Alcode.com.